اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد ببعثة الحبيب العدنان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم اهدنا يا مولانا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعم بفضلك كلمة الحق والدين، ومكن لإخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم اقبلهم مع الشهداء، واجعلهم مع النبيين والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جند الحق يا مولانا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.